محطتنا الأولى لليوم يا أريج بتهم كل سيدة، فالطفولة بقدر ما هي بتتمتع بعفوية وتلقائية بالسلوكيات، إلا أنه بمطارح أخرى ممكن بتصير عند الأم علامات من الاستفهام كتيرة حول قدرات طفلها على التفاعل والاستيعاب. يمكن من المعروف انه الطفل بسنواته الاولى هو قادر انه يلتقط كل الاشياء سمعيا وبصريا ويحتفظ فيها كمان، لكن ماذا لو حدث خلل بهالمهارات؟ اليوم مع الاخصائيه بمجال التربيه الخاصه ريم سعد رح نتعرف على الذاكره السمعيه والبصريه وعوائق قويتها عند الطفل. يسعد صباحك ريم. اهلا وسهلا، صباح النور. يا هلا، صباح الخير يا ريم. صباح النور. بالبدايه خلينا نتعرف اكثر عن الذاكره السمعيه والبصريه مثل ما ذكرنا بالمعنى العلمي الصحيح. تمام، هلا احنا حنحكي عن الذاكره. هي الذاكره انها كل شيء، اذا بنحكي فيها بمفردات كثير بسيطه، الذاكره انها كل شيء بقدر اني احطه بدماغي، يعني خزنه بدماغي. هي مثل الميموري، مثل كرت الذاكره اللي احنا بنحط فيه مكان، بنحط فيه كل المهارات، كل الخبرات، كل شيء مر نحن قدرنا نتعلمه او ناخذه عن طريق الذاكره الحسيه اللي هي الحواس السمعيه والبصريه. التذكر هو يعني الذاكرة شيء والتذكر شيء تاني. التذكر هو الطريقة بالاستدعاء يلي نحن الأمور والمهارات والمفاهيم يلي خزناها بالذاكرة. فوقت نحن بناخد من الشكل الحسي المواد أو المهارات العلمية، بناخدها بالبصريا أو السمعيا ومنخزنها بالطريقة الصح بذاكرتنا، فبيكون استرجاعها سهل وطرحها والاستفادة منها لاحقا بيكون بطريقة بسيطة وسلسة. خلينا نتعرف أكثر عن المهارات اللي ممكن يكتسبها الطفل سمعيا وبصريا. تمام، أول شيء نحن إذا بنحكي عن ذاكرة، يعني في كتير أمهات بيشكوا إنه أنا كتير بدرسه ما بلاقي إفادة عند الطفل، أو أم بتقلك إنه لا إجا ابني من المدرسة درس حافظه بشكل جيد جدا. تمام، نحن هون نحن قبل الذاكره عندنا، والذاكره هي قاعده الذكاء. يعني احنا لو كان الشخص او الطفل عنده ذكاء وذكاء متميز، هو الذكاء الخام طبعا انا بقصد فيه، بس الذاكره هي الاساس ان كان باكتساب مهارات ولا بالعلم ولا باي شيء بيبني شخصيه الطفل. هلا اذا بدنا نحكي نحن فبدنا نسلسل، اول شيء بده يكون عندنا انتباه جيد. جيد يعني هو الطفل ما عنده انتباه انتقائي، يعني الام ما بتقلي مثلا انه انا ابني سمعيا ممتاز، يعني بيكون بعيد عني وبحكي حديث، بحكي شيء هو بيرجع بسرده بتفاصيله. معناته انا عندي مشكله، شيء اسمه انتباه انتقائي. الذاكره البصريه ما تحتما حتكون ضعيفه. ضعيفه معناته انا الملحقات تبعيتي انه انا ما اتذكر شكل الحرف، ما اتذكر رسمه معينه، ما اتذكر اشكال هندسيه، ما اتذكر تفاصيل بدرس انا قريته. تمام، فهون انا عندي مشكله. والسمعيه هي حتكون انتباه انتقائي، يعني انا حديث في مسيرات مقاطع تلفزيونيه، يعني اللي بده اياه بيسمعه وبينتبه له وبيحفظه بذاكرته، يعني ما كثير بهمه ما بيلتفت. تماما، وهي عاده ما بتعطينا بناء او ما بتعطينا شيء كثير مهم لحتى هو يكون اكاديميا او حتى اجتماعيا على المستوى المطلوب. فانا اذا كنت عندي انتباه الطفل اشتغلت عليه وكان جيد، وننتقل على المرحله الثانيه اللي هي الادراك. ادراك انه هو عنده كثير مفاهيم، عنده كثير كلمات، عنده كثير اشياء بالحياه كان مكتسبها ان كان من الروضه تبعيته ولا حتى من العائله، من محيط العائله. فانا بقول خلص هلا الذاكره حتكون سليمه. اذا كان عندي مشكله بالذاكره بعد المرحلتين هدول، فانا بدي انتبه على شيء اسمه ذاكره سمعيه وذاكره بصريه، اللي هي اساسي باخذهم انا من شيء اسمه ذاكره حسيه، يعني اللي بشوفه واللي بسمعه. هلا نحن الصور البصريه بالعين مدتها مو اكثر من ربع ثانيه، يعني تخزينها ربع ثانيه. سمعيا عن طريق الاذن حاسه السمع هي 4 ثواني. نعم، معناته نحن الطفل قادر انه عندنا يكون عنده من 5 ل7 كلمات بالذاكره هي، مو اكثر من هيك. هلا اذا ما اذا كانت ضعيفه هون انا، فالتحصيل حيكون ضعيف عند الطفل. مشان هيك انا بلجا بدي خزن، هل هي الذاكره الحسيه فادتني بشيء اسمه ذاكره قصيره المدى؟ بدي انتقل مع ابني انا لشيء اسمه ذاكره طويله المدى. الذاكره طويله المدى اللي هي انا بعتمد فيها انه اخذنا كررنا كثير، ميزنا، حددنا شو بدي انا اعلم طفلي، ببلش نمي له اياها. هلا غالبا انا بطرح للامهات انه احنا حنشتغل على الذاكره السمعيه بمجموعه من التدريبات اللي هي كثير بسيطه ومتوفره بكل البيوت. ممكن انا بلش بسرد كلمات او احكي قصه فيها كلمات محدده، طبعا انا بكتبها عندي مشان ما انساها، وبلش قيس ابني ويوم عن يوم زد له بعدد هدول الكلمات. من اي عمر عم نحكي نحن؟ من عمر 3 سنين وطالع. هلا بعمر الطفوله الاصغر فيني انا احكي قصص بسيطه واطلب من ابني انه شو انا حكيت، شو قلت، وفيني وقت وفيني كمان بالعمر الصغير انه فوت على اي غرفه بالبيت
له يلا حنطلع حنفوت نطلع على كل شيء في غراض موجودين واطلع انا وياك واسالك شو شفت وبلش ضف له تفاصيل ما تكون من مكونات الغرفة الأساسية، يعني مثلا ممكن نحط كنزة بالمطبخ، ممكن نحط فنجان ومعلقة وكاسة بغرفة القعدة، فبدي أعوده كمان هو هون حيكتسب شغلة تانية إنه هو ينتبه على التفاصيل، حصير ينتبه أكثر على التفاصيل وهي تساعده على التخزين، هيعمل ترابطات، هلا هون كمان بلش علم ابني ترابطات، يعني أنا بلشت فوته على شيء محدد، حدد له وبلش هو يربط، لقيت كذا وكذا وبعطيه ترم معين، يعني بده يكون حكي بطيء ثانية على ضربة الثانية مثلا تفاحة بردقانة معلقة، فهون أنا عم بعطيه المساحة اللي هو يقدر يسمع وينتبه على علي منيح ويخزن بالطريقة الصحيحة. تمام، بصري هي بصريا وسمعيا. هلا فوق 3 سنين بصير في تدريبات وشكل ممنهج، وأنا يعني غالبا مطلب من الأهالي إنه أنا ابني بدرسه الصبح براجع له يا هون بعد الظهر، برد تاني يوم الظهر كمان براجع نفس المعلومات اللي أخذتها بقبل بيوم، يعني كمان في طريقة لهي طريقة المراجعة. ودائما في شيء إنه أنتوا الأطفال مثلا أنا بدي أحدد له ميزه، ممكن استخدم ألوان، ممكن استخدم رؤوس أقلام وعلمه إنه يرمز بالمراحل الأكبر، علمه إنه يرمز جملة أو درس صعب. تمام، إلى ترميز مش ترميز رسمة أكثر من الذاكرة. تمام، رسمة بسيطة، كلمة ممكن هو يرسمها على جنب، فهي مجرد بصير وقت بده يستدعي المادة اللي كان عم يدرسها مجرد تذكره للرمز فهو حيتذكر كل شيء مقطع مر معه. نعم ريم، طيب بركي حدا من الأولاد عنده مشكلة، إما يمكن تأخر بالنطق أو عنده مشكلة إنه هو ذكي وبيركز بس بينسى كمان هدول التفاصيل بسبب عوامل الأسرة، كمان يمكن بتتنمى أكثر وأكثر، هون كيف التدريبات الأم لازم تعملها؟ يمكن لازم تزيد التدريبات اللي حكيتي عليها؟ تمام. ولا كيف تاخدها بمنحة تاني؟ تمام، هلا إذا عندي مشكلة بالذاكرة وهي مشكلة عضوية فهون أنا بدي ألجأ كمان لطبيب، طبيب أطفال، طبيب عصبية. كتير حركة بيكون الصبي يا الولد فرط النشاط هاد أو كتير الحركة أعطاني انتباه ضعيف، فحكما الذاكرة ضعيفة. بدي أول شيء أشتغل بالتسلسل، يعني أنا بشتغل على فرط النشاط، بشتغل على الانتباه، على الإدراك، وفوت على الذاكرة. ما فيني بلش ذاكرة لأنه ما بستفاد، ما باخد منتج. أنا تخلصت من هدول الأمور بقدر ابني بالذاكره بشكل منيح. هلا كل ما كان عندي العمر صغير ما في مشكله، نحن دائما ببساطه انا ممكن اجيب الكروت اللي هي نحن هي الخضار والفواكه، بحط انا الطفل حسب العمر، بلش اذا عمره 2 بحط صورتين وبقلبهم وبقول له هون شو كان فيه هون شو كان فيه. تمام، بخربط بعد اسبوع بس يحس طفلي انا انجز هاي المرحله، بزيد 3 بزيد 4 بزيد 5 للعمر اللي مطلوب. قديش ممكن مثلا بال5 سنين اتذكر 7-8 صور كان قدرت انا احصل من طفلي على هاي الكميه، فبقول انا ماشيه بالسليم. تمام، وحتى بمجال القصص او حتى بمجال مشوار بسيط انا رحته، طب انا وياك وقت كنا ماشيين بالسوق شو شفنا، وين وقفنا، عشو سالتني، بطريقه لطيفه ما تكون طريقه استجواب لانه هاي الطريقه بتنفر الطفل، بحس حاله يساله على شيء من ضمن اهتماماته ومن ضمن الاشياء اللي بيحبها هو. تمام، بنبلش بالاهتمامات وبنرفع شوي شوي التجريد بعمر الطفل. يعني قبل ال6 سنين ما فيني كتير اشتغل بالكلمات وبالاشياء المجرد، يعني ما فيني اجيب طفل عمره 4 سنين وبلش معه ذاكره سمعيه بالارقام لانه شوي حيكون ملبك. ممكن اطفال، ممكن يكون في اطفال عندي لا هن رياضيا جيدين جدا، ممكن يفوت ارقام ازات، بس طفل لا ما عنده هاي المهارات فلا اجله شوي كمان وبشتغل عليها بعدين. يعني اعتني بالمحسوسات وانا طالعه للتجريد لاخر شيء مشان اكون قد مهارات الطفل وامكانياته ما يخلي يشعر بالاحباط. طب يمكن في اطفال ذاكرتهم الانيه بتكون زيرو او ما انهم متذكرين، بس مثلا بعد شوي انه بنساله على مشوار او شيء، بس بعد شوي يمكن ايه اليوم هيك 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 عملنا، يمكن وقت تساليه بالوقت الحالي بيصفون او ما بيتذكر بس بعد شوي لحاله يمكن. تمام، بيحكي هون شو الوضع. هذا هون في مشكله بالانتباه، معناته انا وقت سالته هو كان تفكيره او الشيء اللي عم يشتغله بموضوع ثاني ما انه مركز، لانه شيء نحن مثل ما قلنا التذكر هو اللي بعد الذاكره، ما اقدر استدعي المعلومه
بسرعة، فوقت قعد وركز صفن انه انا شو قدر يستدعيه بطريقة سهلة او تذكر تفصيل او شاف ممكن شيء كان بخص المشوار فقدر يستدعي بسهولة اكتر شو صار معه بهذا الشيء. طيب ريم، شو هي ابرز العلامات يمكن ممكن تظهر عند الطفل ونعرف انه هو قليل تركيزه شوي، او انه هالتدريبات اللي عم نعمله اياها ما كتير عم يتجاوب معنا فيها ولازم الام تتجه لمختص بهذا الموضوع؟ تماما. اللي عندي انا شيء يعني شيء غالبا الطفل اللي بيكون انتباهه ضعيف بتكون حركته زايده تمام، لانه الانتباه بده كتير بده قعده شوي. طبعا حسب عمر الطفل، مو مطلوب من طفل عمره 3 سنين يقعد نص ساعه لا، بس بيهمني انا بهالسبع من دقائق اللي اعطيته فيهم المعلومات المفيده واللي بتهمه هو يكون اخذهم مني تمام. وما بدي تكون كمان هي نقطه تانية انه التعليم تقليدي، انا بدي اعلم الطفل تحت الخمس سنين عن طريق اللعب وعن طريق رسم وعن طريق العاب وعن طريق دمى، بشتغل على الذاكره وبشتغل على الانتباه تبعه. عاده بعد شهرين من التدريبات، اذا انا ما بدي اقول فورا دكتور، بعد شهرين من تدريبات اللي هي خاصه بالانتباه، في عندنا مجموعه من تدريبات للانتباه، لقيت الطفل مستوى انتباه، لانه نحن الانتباه من ايسو بالثواني بنبلش فيه وبنطلع، لقيت الانتباه ما انه كثير متطور او لساته على حاله، منقول لا يلا حنشوف دكتور، ما فينا أكتر من هيك، لا صار مدة طويلة، بعدها ممكن نلجأ لدكتور يساعدنا ببعض الفيتامينات ببعض القصص طبعا حسب رأي الدكتور لحتى نحن نحسن هاي المادة ومرد منشتغل على الانتباه، منلاقي فعالية أكتر ونتيجة أحسن منشتغل مفوت بعد على الذاكرة. نعم ريم. طيب يمكن الأم تلجأ للطبيب أو للأخصائي بوقت كتير مأخر، يعني وقت الصبي يمكن صار بالمدرسة بالابتدائي بعمر منيح، هون المشكلة يمكن صارت أكبر إذا تمام. كان عنده خلل تمام. بالذاكرة السمعية أو البصرية، وهون يمكن المعالجة صارت بدها جهد وبدها وقت أطول وأطول. خلينا نحكي كمان عن هاي الخطوة. تمام. هلا في مشكلة حقيقية الحقيقة مع الأهالي، إنه نحن كتير صعب، أنا بحكي كأخصائي كتير صعب أنا أقول لماما إنه هذا الطفل عنده مشكلة واحد اثنين ثلاثة، فهي حتضل تلجأ وحتضل تدور وحتضل تشوف لتلاقي إنه دكتور أو مختص، إلا لا ما في شيء أبدا. هلا هي ممكن هون ترتاح ظاهريا، بس أنا مع الوقت طب بس أنا المشكلة ما انحلت، المشكلة هي لساعتها قدامي، معناتها في عندي مشكله، ما بضل انا مسكره عيوني ومسكره قلبي انه لا كل شيء طبيعي وبيصير مع الوقت. مجرد انا ما قطعت الخمس سنين ست سنين صار تدخل بده جهد اكبر واصعب، وروحت سنين كتير مهمه بعمر الطفل اللي هي الركيزة الأساسية، يعني كل مختصين وكل التربويين بيقولوا أول خمس سنين طبعا هي نتيجة الدراسات هي أهم مرحلة بعمر الطفل، هي بتكون الشخصية وهي بتكون الدماغ، يعني الدماغ كل ما اشتغلت عليه بهذا العمر كل ما هو كان مفتح سهل أنه أنا أحط فيه مهارات معلومات قصص بتساعد الطفل على العمر الأكبر. بعد الست سنين طبعا هو حياخد وقت، هياخد وقت منيح وحيكون بده جلسات زيادة وحيكون بده تعب من ماما زيادة لحتى هو يقدر يتخطى المرحلة الابتدائية. نعم، يعني يمكن معلومات كتير مهمة الأهل يمكن لازم يطلعوا عليها، ودايماً مو غلط إنه يكون في استشارة للمختص بهذا المجال. شكراً كتير ريم على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم. أهلا وسهلا، نورتوا. شكراً كتير لإلك ويسعد صباحك ريم. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. هلا أكيد